خويا العزيز كونغو هذا واش ملعب 2021 ايه هما شي 77000 صبيغه ما فيهش وسومونا 400 كساب انت يا ولا تبيع وتشري نبيع ونشري قلت لي دخلتوا المستغانم دخلنا المستغانم مصر المستغانم السوق اللي فات 458 458 مليون اه واليوم اليوم طاونا 400 حقرونا 58 حقرونا اه اه واش بان لك السوق كاين ما كاش ما كاش وميت ما كاين والو الجاكا وداخل ان شاء الله فيها خير ان شاء الله وراك تضحك انت الاول راك تضحك الاخرين كاع ماشي عاجبهم الحال وش عاد دير بصحه ولا قاعد تسوم هكذا ما تبيعوش تبقى شادو تبقى شادو واه كاش منها اه ما توليش ب 58 لور قلت لي دراهم فوق ال 500 اه صح كي جبتو كان ماشي 10000 ايه شحال سخام لك هذا فوق ال 500 الله يبارك خو بارك فيه واش تقول الزوالي من المنبر هذا ويقول السمسار الروفوندور ولا وش علامه الزوالي نقولوا له دخل الماتريال وجد الدراهم وخلاص هذا ما كان هذا ما كان ودخلوا سوق لابروشا ولا ما تدخلوش حتى تسلموا دخلوا حاجه واحده اخرى سوق الجي ايه حطيتوه فيسبوك ما حطيتوش هذا هو سوق الدوزيام ديالو تروازيام دخلته مقبل هنا سموني 430 السوق اللي فات 430 اللي قبل اللي فات صح في مصران كيعطوك 458 طمعت قلت مازال ايه كنت على فوق الستين ايه ما قريتو هكذاك وتولي شويه تولي ايه دوك يتبلوكا سوق ايه والحل الحل حتى يدخلوا طوموبيله تاع الصعب باش يعاود يمشي العام اللي حيصرا كيما العام اللي فات في الفيات كيف الصرا كيما حبس السوق لو دخل الفيات وما نطروازو العام اللي فات حبس السوق سبتمبر متباعد حتى طوموبيل ما زادت تباعد حتى غير ما باش قال لاعب دات الناس تبيع وانت وطونك جان حاب يهبط السوق ولا ما تحكموا فيه وتريحوا انا انا كيما رانا السوق انا معاه كيما كان يهبط ولا طالع نافيغو وهذا 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 هو الريفوندر ولا التجاره اليوم رابح غدوه خاسر هذه هي زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.